حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية مع تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ دولارا وخمسة وأربعين سنتا ليصل إلى 77 دولارا وواحد وستين سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 4 دولارات و3 سنتات. هذا وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ دولارا وخمسة وأربعين سنتا ليصل إلى 80 دولارا و84 سنتا، وسجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت 4 دولارات و83 سنتا. تخطط إدارة البنك المركزي العراقي لإلغاء مزاد الدولار بشكل تدريجي خلال عام 2024 وصولاً إلى إلغائها بالكامل مع نهاية العام. وفي هذا الصدد حذر مختصون من إيقاف منصة بيع الدولار خاصة مع استمرار تأخر الأنظمة المصرفية العراقية وعدم تفعيل تعامل المصارف التجارية العراقية مع المصارف العالمية، لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة نقدية تعصف بالسوق العراقية. أعلنت هيئة النزاهة في العراق ضبط متهمين اثنين في مديريتي التقاعد والتسجيل العقاري ومعمل لتنقية البذور في محافظة بابل. وقالت الهيئة إنه تم ضبط عمليات لسرقة بذور تصل قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات دينار في بابل. وأضافت أن أحد معامل تنقية البذور في المحافظة قام بسرقة البذور عبر التجهيز الوهمي للخطة الزراعية المخصصة لمزارعي محافظة نينوى الذين لم يتسلموا البذور المخصصة لهم من المعمل. انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 45% خلال الشهرين الماضيين بحسب الأمم المتحدة. قال يان هوفمان المسؤول في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن الأمم المتحدة قلقة إزاء الهجمات ضد الشحن البري في البحر الأحمر والتي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسية والتغير المناخي. وبحسب المسؤول الأممي فقد علق مالكو السفن عبور سفنهم من البحر الأحمر بسبب ازدياد الهجمات هناك. قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن التداعيات الأوسع للصراع في قطاع غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة. وأضافت الوكالة أن الحرب طويلة الأمد في غزة وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة زيد من المخاطر التي تواجه الدول في المنطقة وخاصة مصر، وفق ما أوردت وكالة رويترز. إلا أنها توقعت ألا تتأثر إمدادات الطاقة والمياه والغذاء في الأردن بشكل كبير بسبب الوضع في البحر الأحمر. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي
في أمان الله.